السلام عليكم. تشاهد معي في هذا الفيديو كيفية تغطية أي جهاز ماك قديم أو غير مدعوم إلى أحدث نسخة من الماك متوفرة حاليا، فهيا بنا إلى التفاصيل. أهلا من جديد. في حقيقة الأمر ستشاهد معي كيفية التغطية إلى آخر وأحدث نسختين من الماك متوفرتين حاليا، وكل ما أطلبه منك هو التركيز واتباع الخطوات كما هي تماما حتى لا تتسبب في أي مشكلة على جهازك. وكما تشاهد معي هنا تمكنت من تثبيت نسخة مونتيري وهي الإصدار رقم 12، النسخة قبل الأخيرة من نظام الماك في الوقت الحالي على جهاز قديم جدا يعود إلى سنة 2011 وطبعا غير مدعوم رسميا من هذه النسخة، لكن كما تشاهد تمكنت من تثبيتها عليه بنجاح بنفس الطريقة التي أشرحها لك في هذا الفيديو. وهذا جهاز آخر أيضا قديم وغير مدعوم يعود إلى 2014، وسنقوم الآن بتثبيت آخر نسخة أو آخر إصدار من الماك عليه، وهو إصدار فينتورا، آخر إصدار متوفر حاليا بطبيعة الحال. أو يمكنك تثبيت النسخة السابقة، نسخة مونتيري أو أي نسخة مستقبلية، وكل ما عليك فعله هو الدخول إلى هذا الموقع من الرابط أسفل الفيديو. كما تشاهد تجد أمامك مختلف أنواع أجهزة الماك المدعومة وغير المدعومة، طبعا الأجهزة الغير مدعومة بالطريقة الغير رسمية التي أتشاركها معك في هذا الفيديو، أما الطريقة الرسمية فكل هذه الأجهزة أو أغلبها غير مدعومة على أي حال. إذن الأجهزة التي لن تتمكن من تثبيت هذه النسخ عليها تجد أمامها كلمة نو، مثلا في أجهزة ماك بوك الأجهزة من منتصف 2006 إلى نهاية 2007 غير مدعومة، والأجهزة من بداية 2008 فما فوق يمكنها الاستفادة من الطريقة التي أقدمها لكم في هذا الفيديو. هنا أجهزة ماك بوك إير المدعومة أيضا بهذه الطريقة الغير رسمية، وأيضا أجهزة ماك بوك برو ما قبل 2008 لن تعمل عليه هذه الطريقة، وأي جهاز صدر بعد بداية 2008 فما فوق يمكنك تثبيت نسخة مونتيري ما قبل الأخيرة طبعا عليه، وأي نسخة أحدث، والنسخة الأحدث حاليا هي نسخة فينتورا طبعا والتي تحمل الرقم 13 من نظام الماك، وهكذا مع باقي الأجهزة. المهم ابحث عن جهازك هنا وانظر هل هو مدعوم أم لا، وإذا وجدته مدعوم اضغط على Download and Build MacOS Installers ثم اضغط Open Legacy Patcher Release Apps. أحدث نسخة حاليا من البرنامج هي هذه النسخة، مستقبلا سوف تجد نسخ أحدث طبعا. المهم أيا كانت النسخة في وقت مشاهدتك لهذا الفيديو فقط انزل للأسفل واضغط على هذا الخيار الذي تجد في نهايته كلمة App ليتم تحميل البرنامج على جهازك. الآن يمكنك عمل نسخة احتياطية لملفاتك المهمة حتى لا تفقدها، ويمكنك استخدام تايم ماشين خصوصا إذا كان لديك قرص صلب واحد فقط على جهازك، أما إن كان لديك قرصين اثنين فيمكنك نقل ملفاتك المهمة إلى أحد هذه الأقراص وتثبيت الماك على القرص الآخر طبعا، لكن لا يجب تثبيت الماك على القرص الذي فيه الملفات لأنه قبل تثبيت الماك يجب عمل فورمات للقرص وبالتالي سوف تفقد جميع ملفاتك الموجودة على هذا القرص طبعا، فتأكد أولا من نقل ملفاتك المهمة إلى مكان آمن، ويمكنك طبعا الاستعانة ببعض خدمات تخزين السحابي أيضا في حال كان لديك قرص صلب واحد على جهازك، أو يمكنك استخدام قرص صلب خارجي أو أي طريقة تناسبك، المهم تأكد من تأمين ملفاتك قبل البدء في عملية التثبيت. الآن تحتاج إلى فلاشة أو مفتاح USB بحجم 16 جيجا على الأقل، كما تشاهد أنا أستخدم فلاشة بحجم 32 جيجا لكن 16 كافية جدا، قم بربطها بجهازك الآن، اذهب إلى التحميلات وقم بفتح البرنامج الذي قمنا بتحميله، هذا هو كما تشاهد معي، اضغط عليه، انتظر قليلا ثم اضغط Open أو فتح ثم اضغط Create MacOS Installer بعدها Download MacOS Installer، انتظر قليلا وكما تشاهد معي عادية نسخ الماك التي يمكنك تثبيته على جهازك، الإصدار 11.7 هو ماك بيج شور طبعا، و12 هو نسخة مونتيري التي شاهدتها على جهازي في بداية الفيديو، والإصدار 13 طبعا هو نسخة فينتورا التي سوف نقوم بتثبيتها الآن. إذا اختر النسخة التي تريد، إذا كان جهازك بين 2008 و2011 أنصحك بنسخة بيج شور، وإن كان جهازك بين 2011 و2013 أنصحك بنسخة مونتيري، وإن كان من 2014 فما فوق فيمكنك تثبيت النسخة الأخيرة نسخة فينتورا. وأي نسخة تأتي أحدث خلال السنوات المقبلة
يعني بداية 2023 24 25 كما تشاهد تبدأ عملية تحميل آخر نسخة من نظام الماك وهي نسخة فينتورا الإصدار 13.0.1 فقط. انتظر إلى أن تنتهي عملية التحميل. طبعا حجم نظام الماك كبير جدا 12 جيجا مقارنة بالويندوز فهو كبير فالعملية قد تطول قليلا خصوصا إن كان لديك سرعة إنترنت بطيئة. عموما يجب فقط أن تنتظر إلى أن تنتهي لا خيار آخر أمامك. وبعد انتهاء التحميل تبدأ عملية التحقق من ملف التحميل فقط انتظر أيضا ثم سيطلب كلمة مرور جهازك أدخلها وانتظر إلى أن تظهر لك كلمة Flash Installer. لا تضغط عليها اتركها واذهب إلى Disk Utility ثم اضغط على الفلاش التي قمت بربطها بجهازك في حالتك كما تشاهد هذه هي وتحمل نفس الاسم هنا. طبعا تأكد من اختيار الفلاشة وليس القرص الصلب ثم اضغط على إيريس لعمل فورمات لها يمكنك إعادة تسميتها. أنا أختار فينتورا. طبعا هذا الأمر اختياري ليس مهم المهم هو أن تختار هذا الخيار ماكوس إكستندد جورنال ثم اضغط إيريس وانتظر إلى أن تنتهي عملية الفورمات ثم اضغط دان أو إنهاء. الآن اضغط فلاش إنستولر في البرنامج ثم اضغط على Install Mac OS Ventura. في حالتك أنت قد تجد بدل Ventura Monterey أو Big Sur على حسب النسخة التي اخترتها في بداية التحميل ثم اضغط على هذا الخيار وأدخل كلمة مرور جهازك وستبدأ عملية تثبيت النظام على الفلاشة. أيضا انتظر إلى أن تنتهي هذه المرحلة وبعد الانتهاء اضغط على Install Open Core to Disk بعدها Install to Disk بعدها تأكد من اختيار الفلاشة وليس القرص الصلب هذه مسألة حساسة جدا. تأكد دائما من اختيار الفلاشة في هذه المرحلة يمكنك معرفته من خلال الحجم. طبعا تأكد جيدا من اختيار الفلاشة كما تشاهد معي تماما هنا ثم اضغط على هذا الخيار ادخل كلمة مرور جهازك مجددا يطلب إعادة تشغيل الجهاز ثم اضغط Ignore أو تجاهل عد للقائمة الرئيسية وأغلق النافذة ثم قم بإطفاء جهازك من أجل الإقلاع إلى الفلاشة والبدء في عملية التثبيت. ومباشرة بعد إطفاء الجهاز بشكل كامل قم بالضغط على زر التشغيل واضغط على زر Option أو Alt إلى أن تظهر هذه الشاشة عندك ثم اختر EFI Boot واضغط Enter وبعدها اختر Install Mac OS Ventura. هذه آخر فرصة لعمل نسخة احتياطية لملفاتك إذا لم تكن قد قمت بذلك. من خلال الخيار الأول طبعا يمكنك عمل هذه النسخة الاحتياطية. الآن نحتاج إلى الخيار الأخير Utility Disk. اختر الهارد أو القرص الصلب الذي تريد تثبيت الماك عليه. الآن نختار القرص الصلب وليس الفلاشة طبعا لأننا الآن في مرحلة التثبيت على القرص الصلب. إذا كان لديك أكثر من هارد في جهازك فتأكد من اختيار الهارد المناسب ثم اضغط على هذا الخيار إريس لعمل فورمات للقرص الصلب وتهيئته قبل تثبيت النظام عليه. طبعا سوف يتم مسح جميع الملفات لأنه عملية فورمات طبعا ثم اختار IPS واضغط إريس. بعد الانتهاء من عمل فورمات اضغط دان او انهاء. بعدها اغلق نافذة ادوات القرص الصلب واضغط على Install Mac OS Ventura او Monterey على حسب النسخة التي اخترتها طبعا ثم اضغط Continue وContinue مجددا ثم اضغط على Agree للموافقة على شروط الاستخدام واضغط Accept. الآن اختار القرص الصلب الذي قمت بعمل فورمات له قبل قليل لتبدأ عملية التثبيت مباشرة وكل ما عليك فعله في هذه المرحلة هو الانتظار إلى أن تنتهي بالكامل. لا تقوم بأي شيء فقط انتظر إلى أن تظهر لك شاشة اختيار البلد واللغة اختار بلدك واضغط متابعة أو Continue ثم الآن اضغط لإضافة لغة إضافية. أنا اختار الإنجليزية إلى جانب العربية ثم متابعة واربط الجهاز بشبكة الواي فاي ثم فقط استمر في خطوات تهيئة الجهاز الخطوات الاعتيادية كما تشاهد معي. الكل تقريبا أصبح يعرف هذه الخطوات سواء على نظام الماك أو الويندوز أو غيرهما من أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة والمكتبية. الخطوات متشابهة إلى حد كبير جدا كما تشاهد معي. الآن هذه المرحلة مهمة جدا يجب أن تختار الثيم.
أو الوضع الداكن كما تشاهد معي لتحصل على أفضل أداء، لأن تثبيتنا لهذه النسخة أو أي إصدار حديث على الأجهزة الغير مدعومة يعطي أداء أفضل وخالي تقريبا من المشاكل مع التيم أو الوضع الداكن. وكما تشاهد معي تم التثبيت بنجاح، لكن انتظر، فهناك خطوات مهمة جدا لم ننتهي بعد يجب القيام بها ليعمل جهازك بدون مشاكل. أولا، أغير اللغة إلى العربية وأتخلص من الإيطالية. يمكنك تغيير اللغة بنفس الخطوات كما تشاهد معي. الآن يطلب إعادة تشغيل الجهاز، أقوم بذلك ثم نكمل باقي الخطوات. الآن اختر هذا الخيار الذي يوجد فيه أيقونة قرص صلب، ولا تختر خيار التثبيت حتى لا تقوم بإعادة التثبيت من جديد. وكما تشاهد معي بالفعل تم تثبيت أحدث إصدار من الماك في الوقت الحالي، وهو فينتورا على جهاز قديم من عام 2014 غير مدعوم أصلا. وبقي مشكل وحيد، وهو نقل الإقلاع من الفلاشة إلى القرص الصلب ليعمل جهازك بشكل طبيعي. ولفعل ذلك اذهب أول إلى فايندر ثم التطبيقات أو أبليكيشنز، ثم افتح هذا البرنامج واختر الخيار الأول Build and Install Open Core، ثم اضغط Install to Disk، ثم هذه المرة اختر القرص الصلب الذي قمنا بعمل فورمات له وتثبيت النظام عليه. يمكنك معرفته من خلال الحجم دائما. هناك ما تشاهد معي، هذا هو نفس الهارد أو القرص الذي قمنا بتثبيت النظام الجديد عليه. ثم اضغط على هذا الخيار، يطلب منك الباسورد مجددا أو كلمة المرور التي قمت باختيارها أثناء عملية التثبيت. يطلب الآن إعادة التشغيل، أتركه وإذهب أولا إلى الإعدادات ثم شاشة التعقب أو تراك باد، ثم قم بالتأشير على هذا الخيار لتفعيل زر الفأرة الأيمن. ثم الآن اذهب إلى الفلاشة واضغط عليها بإصبعين، ثم اختر هذا الخيار لإخراجها بأمان، لم نعود بحاجة لها الآن. ثم فقط اضغط على ريبوت أو إعادة التشغيل أو ريستارت. قم بإدخال كلمة المرور التي اخترتها أنت، والآن انتهت عملية التثبيت بنجاح، وقمنا بالتغطية إلى آخر وأحدث إصدار من نظام الماك في الوقت الحالي على جهاز قديم وغير مدعوم تماما كما فعلت مع الجهاز الأول الذي يعود إلى العام 2011. وبنفس الطريقة يمكنك تثبيت أي نظام جديد موجود حاليا أو يمكن أن يأتي مستقبلا على أي جهاز قديم وغير مدعوم بشرط اتباع نفس الخطوات كما شرحت لك في هذا الفيديو. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا هذه، أرجو أنها قد أفادتكم، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. دمتم جميعا في أمان الله ورعايته.